إذن بشأن بيان هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن فاجعة قاعة قضاء الحمدانية، معنا هاتفيا من عمان مسؤول قسم الإعلام في الهيئة معاذ البدري. مرحبا بكم، وكيف تصفون ما حصل في قاعة قضاء الحمدانية والتعامل الحكومي معه؟ حياكم الله وحيا المشاهدين الكرام. في البداية تعازينا للشعب العراقي جميعا بهذه المصيبة وبهذه الحادثة ذات الوقع الكبير والأليم، ونسأل الله عز وجل أن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل. يا سيدي، ما جرى في قاعة المناسبات الحمدانية من مأساة الفريق الذي راح ضحيته مئات الناس، نحن وصفناه في بياننا في الهيئة، وصفناه بالفاجعة، لأن هذا النوع من المصائب مركب في وقعه وشديد في تأثيره، بل تمتد أثره يعني زمانيا ومكانيا أبعد مما هو متصور في أذهان الناس عامة، وما وقع ومن وقعت عليهم المصيبة بشكل خاص. حينما تتحول الأفراح إلى مآتم، وحينما تطمر الآمال تحت الرماد والركام، تفقد العائلات أفرادا منها بالجملة في غضون دقائق ودون حسبانها حصول شيء من هذا، فإن ذلك كارثة إنسانية تتفاقم أكثر من غيرها، لا سيما حينما تكون الأسباب التي أدت إليها واضحة ومعلومة، ولكن لا سبيل إلى محاسبة المتورطين بها وإنصاف الضحايا وذويهم. كيف تفسرون محاولات الحكومة التغطية على الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى لهذه الكارثة؟ بطبيعة الحال حكومات الاحتلال المتعاقبة في كل أزمة تشبه فاجعة الحمدانية دائما ما تلجأ إلى المراوغة والتدليس حينما يراد منها إظهار الحقائق أو بيانها. حصل ذلك في حوادث حرائق المستشفيات، من أمثال حريق مشفى ابن الخطيب في بغداد الذي وقع في ربيع سنة 2021، وحريق مستشفى الحسين في الناصرية بعده ببضعة أشهر، علاوة على التكتم التام على أعداد الضحايا وحجم الخسائر الناجمة عن الحرائق المستمرة طوال السنة في المؤسسات والمخازن والأسواق وغير ذلك من مرافق الحياة. مثلا نحن عندنا في قسم الإعلام رصدنا تصريحات مديرية الدفاع المدني أن عدد الحرائق في سنة 2023 منذ بدايتها وحتى منتصف شهر آب الماضي 18,000 حريق. أين الخسائر؟ أين الأرقام؟ أين ما حصل بعد هذه الحرائق؟ كله تعتيم وكله تغطية على ما جرى. هذا النوع من الحوادث المتكررة التي أزهقت أرواح العراقيين الأبرياء يتبعه في العادة إفلات المسؤولين عنها أو المتورطين بها، إفلاتهم من العقاب. السلطات دائما تغطي على التفاصيل وتعمي الحقائق، تهدف إلى حماية المتورط بالجريمة من المحاسبة. لماذا؟ لأن هذه الحوادث بطبيعتها تعد شواهد حية على استمرار حرب الإبادة ضد أبناء الشعب العراقي. هذه الإبادة تتناغم مع السياسات القمعية لحكومات الاحتلال وأحزابها وميليشياتها ضد العراقيين، وإلا ماذا نسمي مثلا مسارعة وزارة الداخلية من فورها إلى أن تقول بأن حريق قاعة المناسبات الحمدانية ليس حادثا جنائيا، لكنها تتبع ذلك بالقول أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة الملابسات. طيب، طالما أن التحقيقات جارية، لماذا صدر الحكم سريعا على أن الحادث ليس جنائيا؟ مثل هذا النوع من التصريحات قد تمر مرور الكرام على المتلقين، لكنها تكشف بين طياتها عن مقاصد أحزاب السلطة وميليشياتها بهدف إدامة حالة الفوضى وإبقاء الملف العراقي ساخنا على مستوى الأمن وعلى مستوى يعني الطبيعة المجتمعية في العراق، والحيلولة دون بلوغ العراقي من حالة الأمن التام باستمرارية. هذا كله مقرون بمصالح القوى والإرادات الدولية والإقليمية التي تستخدم أدواتها في العملية السياسية لبقاء المشهد العراقي بأخفض لمشاريعها. أيضا مصادر في مديرية الدفاع المدني أكدت أن الانتشار السريع للنيران داخل القاعة سببه البناء المخالف لشروط السلامة، ولكن هل من علاقة بين مالك القاعة وعدم موافقة تلك القاعة لشروط الأمن والسلامة؟ نعم، نحن في الهيئة اطلعنا على بيان مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى الذي نشر في وقت سابق عبر وكالة الأنباء الرسمية. هذا البيان أشار إلى أن القاعة التي وقعت فيها الفاجعة مغلفة بألواح مصنوعة من مادة سريعة الاشتعال، وهي مخالفة لتعليمات السلامة. القاعة هذه نفسها محالة أيضا إلى القضاء حسب ما يعرف بقانون الدفاع المدني 44 لسنة 2013،
بسبب فقدانها متطلبات السلامة من أمثال منظومات الإنذار والإطفاء وما إلى ذلك. وهذا ما ذكرناه في بياننا في الهيئة من أن الفساد الذي يغشى المؤسسات الحكومية دوره واضح في وقوع المآسي والفواجع التي تصيب العراقيين. وإلا كيف يسمح لقاعة تخلو من متطلبات السلامة وتنقصها أدوات الطوارئ أن تمارس أنشطتها لو لم يكن هناك انتفاع متبادل بين مالكي القاعة وأحزاب السلطة وصناع القرار في المحافظة؟ ثم إذا نظرنا بتمعن أكثر إلى الأحداث نجد أن هذه القاعة واحدة من المشاريع الكثيرة التي تحتل بها الميليشيات محافظة نينوى بواسطة ما تسمى المكاتب الاقتصادية، هذه التي تعيش في الأرض فسادا، هي نفسها التي كانت سببا مباشرا في مأساة غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل سنة 2019. اليوم وبعد فاجعة القاعة تتوارد التأكيدات أن قاعة الحمدانية هي ملك لواحد من التابعين لميليشيا بابليين، إحدى تشكيلات الحشد. هذه الميليشيا التي تعبث بمناطق سهل نينوى، ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق أهلها من المكون المسيحي، مثل ما تفعل نظيراتها المرتبطة بإيران تجاه المكونات الأخرى في مناطق أحزمة بغداد وغيرها من محافظات الوسط والغرب العراقي. المحصلة من هذا كله أن من يملك القاعة ويتكسب منها والسلطات التي منحته تفويضا بالعمل رغم احتقارها لأدوات وشروط السلامة هما وجهان لعملة واحدة. إذن من عمان مسؤول قسم الإعلام في الهيئة معاذ البدري، شكرا جزيلا لك.